كما أني أنبه إلى ضرورة العناية بعدم المبالغة في الخوف من العين، لأن بعض الناس يعني عنده هاجس الخوف من العين إلى درجة الوسواس الذي يجعله لا تستقيم حياته لا في ذهاب ولا في مجيء ولا في مخالطة ولا في جلوس ولا في غير ذلك، وهذا من الغلط، بل ينبغي الإنسان أن يكون في شأنه كله على نحو من الاعتدال والاقتصاد وعدم المبالغة، فإن خير الأمور أوسطها، قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. بارك الله فيك. ويوقن أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وسيدفع الله عنه بصدق توكله وعظيم لجأه إلى ربه ما يكره، فالله تعالى كريم منان. سبحانه، بارك الله فيكم.